بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا من جديد في هذا الفرد طبعا ديال القسم الخامس، الاجتماعيات، يتعلق طبعا بالفرد الأول من الدورة الثانية. نشرح على بركة الله، نبدأ بالتاريخ. أكملوا الجدول بما يناسب معلمة تاريخية للدولة الإدريسية. إذن ما هي المعلمة التاريخية للدولة الإدريسية؟ ثم معلمة تاريخية للدولة المرابطية. نعم، معلمة تاريخية للدولة الإدريسية ومعلمة تاريخية للدولة المرابطية، الدرسين لقينا. أكملوا بصحيح أو خطأ، ظهرت الدولة الإدريسية بمنطقة شنقيط. هل صحيح أم خطأ أن الدولة الإدريسية ظهرت بمنطقة شنقيط؟ قبيلة أورابا هي التي ساعدت المرابطين. إذا كان الجواب صحيح أكتب صحيح، وإذا كان الجواب خطأ أكتب خطأ. عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة الإدريسية. عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة الإدريسية. ثم عندنا هنا أول دولة ظهرت بالمغرب هي الدولة الإدريسية. أول دولة ظهرت بالمغرب هي الدولة الإدريسية. إذا كان الجواب صحيح أضعه صحيح، وإن كان خاطئ أكتبه خطأ. عندنا هنا أكمله طبعا معلومات مناسبة. لاحظوا مؤسس الدولة الإدريسية، ما اسمه مؤسس الدولة الإدريسية؟ وما عاصمة الدولة الإدريسية؟ بعدها زعيم طبعا المرابطين وعاصمة الدولة المرابطية. هذا فيما يخص طبعا مكون التاريخ. الآن ننتقل إلى مكون الجغرافيا، بعدها سنقوم بتصحيح لجميع المكونات. نعم، مكون الجغرافيا. أذكروا أسماء الواجهتين أو اسمي الواجهتين البحريتين للمغرب. نعم، هذا سؤال. الواجهتان البحريتين للمغرب، نديرو هنا واجهة وهنا واجهة بحرية أخرى. أكملوا طبعا بصحيح أو خطأ، الكثافة السكانية هي عدد السكان في المغرب. هل تعريف الكثافة السكانية هو عدد السكان في المغرب أم لا؟ إذا كان صحيح نديرو صحيح، كان خطأ نكتبو خطأ. يصل معدل الوطني الكثافة السكانية المغرب حوالي 50 نسمة في كيلومتر مربع. ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية. تؤثر عوامل التدارس والمناخ على الكثافة السكانية. الواجهتان البحريتان توفران المغرب عدة موانئ بحرية، صحيح أم خطأ؟ ثم بعدها أذكر سؤال رقم ثلاثة، أذكر اسم أكبر ميناء بالمغرب. نعم، ما هو أكبر ميناء بالمغرب؟ ما اسمه؟ نعم، هذا بالنسبة لمكون الجغرافيا. الآن سننتقل إلى مكون التربية المدنية. نعم، هنا التربية المدنية. أذكر بعض مضار التضخيم، يعني ما هي أضرار التضخيم. نعم، شي ثلاثة. أكمل الجدول بما يلي، يعني عندنا الترفيه، توفر معلومات، تحرش، الإدمان، التواصل، الإشاعات. نعم، إذا مزايا الإنترنت هنا ثلاثة، وهنا اختار الانترنت. نعم، هنا اجيب بصحيح او خطأ في الانترنت. نعم، هنا اجيب بصحيح ام خطأ في الانترنت، اتواصل فقط مع من اعرفكم جيدا. والصحيح لا، اعطي عنواني لكل من يطلبه، كل من طلب مني العنوان ساعطيه. هل صحيح ام لا؟ هنا التدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة، صحيح أم خطأ؟ يمكن استعمال الإنترنت منذ سن 10 سنوات. والصحيح أم خطأ؟ يمكن استعمال الإنترنت منذ 10 سنوات، سن 10 سنوات. نعم، الآن سننتقل إلى عناصر الإجابة. إذا بالنسبة للتاريخ، معلمة تاريخية للدولة الإدريسية، عندنا جامع طبعا القرويين. نعم، جامع القرويين هذه معلمة تاريخية تركها الدولة الإدريسية. معلمة تاريخية للدول المرابطية طبعا القبة المرابطية، اللي هي ميضأ. القبة المرابطية، نعم القبة. أعتذر على الكتابة لأن ما عنديش اتساع في نكتب. ثم عندنا أكمل بصحيح أو خطأ، ظهرت الدولة الإدريسية بمنطقة الشنقيط. الدولة الإدريسية لم تظهر بهذيك اللي ظهرت بالشنقيط، الدولة المرابطية. إذا هنا خطأ، خطأ، ما ظهرش الدولة الإدريسية بمنطقة الشنقيط. قبيلة أورابا هي اللي ساعدت المرابطين، لا، قبيلة أورابا ساعدت الدولة الإدريسية. إذا هنا
خطأ خطأ. نعم، هنا عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة الإدريسية. لا، مؤسس الدولة الإدريسية مش عبد الله بن ياسين، هو إدريس الأول. إذن خطأ. نعم خطأ. هنا أول دولة ظهرت المغرب هي الدولة الإدريسية. صحيح، دولة كانت هي الدولة الإدريسية. نعم صحيح. ننتقل إلى السؤال الموالي، أكمله طبعا بالمعلومات المناسبة. مؤسس الدولة الإدريسية اللي هو إدريس الأول، أكتبه هنا إدريس الأول. أعتذر على الكتابة الخط داير لأن ما عنديش اتساع في نكتب الفضاء في نكتب. إدريس الأول. نعم هاي عاصمة الدولة الإدريسية طبعا فاس، مدينة فاس. نعم، زعيم المرابطين هو عبد الله بن ياسين. أعتذر عن كتبه هنا عبد الله، نعم ابن ياسين، أعتذر على الكتابة. عبد الله بن ياسين. وعاصمة الدول المرابطية طبعا هي مراكش. نعم هي مراكش، عاصمة الدول المرابطية هي مراكش. نعم هذا بالنسبة طبعا مكون التاريخ. ننتقل الآن إلى الجغرافيا. نعم السؤال الجغرافية، أذكر أسماء الواجهتين البحريتين للمغرب. إذا عندنا البحر الأبيض المتوسط. نعم الواجه البحر الأبيض المتوسط، ثم المحيط الأطلنطي. المحيط الواجهة الأطلنطية والمتوسطية. نعم الواجهة الأطلنطية والمتوسطية. هنا صحيح أم خطأ؟ الكثافة السكانية للسكان هذا خطأ، ليس هذا التعريف ديالها. نعم عندها واحد العلاقة ديالها، رشتوها في الدرس. يصل معدل السكان الكثافة السكانية المغرب حوالي 50 نسمة للكيلومتر مربع. نعم ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية. لا الكثافة السكانية ممكن تكون في المناطق الصحراوية، وجود رمال، عدم وجود طبعا مناخ جاف. إذا هنا خطأ خطأ. نعم هنا توفر عوامل، تؤثر عوامل التدريس والمناخ على الكثافة السكانية. صحيح طبعا عوامل المناخ تؤثر بشكل كبير على الكثافة السكانية. الواجهتان البحريتان توفر المغرب عدة موانئ. نعم صحيح. هنا أذكر اسم أكبر ميناء بالمغرب. نعم أذكر هيا سأعتذر، أذكر اسم أكبر ميناء المغرب هو ميناء طنجة طبعا المتوسط. نعم ميناء طنجة المتوسط. نعم هذا بالنسبة للجغرافيا. ننتقل إلى، نعم هنا أذكر بعد بالنسبة للتربية المدنية، أذكر بعد مضار أو أضرار التدخين. فطبعا كاين أضرار اللي هي خطيرة، مثلا سرطان طبعا الرئة، سرطان الفم. عندنا سرطان الفم، عندنا مثلا بالنسبة لهذا التأثير على الميزانية ديال الأسرة، التأثير على ميزانية الأسرة. نعم كنا التأثير على الرئة، أضرار ضيق التنفس. نعم نديرو ضيق التنفس، يؤدي إلى ضيق التنفس. هادشي راه شفتو في الدرس، يعني مجموعة من الأضرار ديالو، مجموعة من السرطانات. كيف سرطان الفم، سرطان الدم، سرطان، كاين مجموعة من السرطانات، يعني راه عدد كثير من السرطانات في هاد التدخين. مزايا الانترنت طبعا الترفيه. نعم هذه صحيح، هذه هنا الترفيه. نعم توفر معلومات. نعم فهي مزايا، توفر المعلومات. ثم التواصل، لكن التحرش فهو اخطار ديالو، كيولي التحرش التهديد، كي الادمان. نعم يعني عنده سلبيات، يعني التحرش الادمان وغير ذلك. أجب بصح أو خطأ هنا. في الأنترنت أتواصل فقط مع من أعرفهم جيدا. صحيح نعم، يمكن أتواصل مع شيء لا أعرفهم. أعطي عنوان لكل من يطلبه. لا خطأ، هذا خطأ، لن أعطي عنوان لكل يطلبه. قد أقع في طبعا قبضة شي عصابة إجرامية أو شي واحد مجرم، فطبعا لا يمكن أن أعطي عنوان لكل أحد. فطبعا غير الأقرب الأقربين واستشارة الوالدين. التدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة. خطأ، وهذه مضر. يمكن استعمال الإنترنت 10 سنوات. هنا كيبقى هذا السؤال ديال 10 سنوات، يعني بوجود والدين. هي ممكن نقولوا صحيح، ولكن
طبعا بمرافقة الوالدين وبالاستشارة مع الوالدين. أتمنى أن تكون قد سعدت.